رجعنا معكم مشاهدينا بالفقرة الثانية من برنامجنا. قديش مهم يكون عم نشتغل على مواهبنا، قديش حلو نكون عم نحط مواهبنا بالمطرح يلي من خلال هالموهبة بنقدر نوصل رسالة حلوة، بنقدر نوصل فكرة حلوة، بنقدر نعمل فرق. ف عم بحكي هيدا الشيء لانه ضيفة حضرنا معه ريبورتاج صغير لانه خارج الاراضي اللبنانية ما قدرنا نكون عم نستضيفه بالاستوديو، ولكن هيدا الريبورتاج تصور قبل الحلقة. ضيفة كتير مهضوم عمره 10 سنين، ضيفة مميز لأنه ترك بصمة حلوة بالعمل يلي عمله، وفي عنده كتير أهداف من وراء الغنية يلي كتبها يلي لحنها ويلي غناها. ضيفة بيترك لألكن اليوم، ورح نشوف هلأ بعد شوي نسمع الغنية ونشوف الريبورتاج الصغير يلي الحوار الصغير يلي عملناه معه. قديش مهم اليوم نكون عم نشتغل مع أولادنا وأطفالنا وشبيبتنا على مواهبنا، لأنه حلو الموهبة بتعمل فرق، الموهبة بتخلي الشخص يعبر، بتخلي الشخص هيك يضل علامة حلوة مطرح ما بيكون. إن كان مواهبنا بالغنى، بالكتابة، بالرسم، بالهوايات اللي نحنا منحبها، وبكتير أمور نشتغل على مواهبنا، ما نخاف من مواهبنا. الموهبة بتنمينا، بتكبرنا، وتبقى حلوة، بتشبهنا كتير. كرمال هيك إيزيا شمعون ضيفة، يمكن أصغر ضيف بستقبله بهالبرنامج. إيزيا عمل غنية، غنية حلوة كتير عن بيروت. رح نسمع الغنية ونفوت بالريبورتاج من بعد الغنية لنشوف ليش عمل هيدي الغنية، شو كان الهدف منها. شوفوا وحضروا وخليكن معنا، منفوت مع الغنية ونرجع منكمل مع الريبورتاج. Chase, I long for better days. Bombs are falling.
بونجور. حطينا العشاء السري ورانا. لك حلوة الصورة. مهضوم مهضوم لايف كثير. ثانك يو ثانك يو. ايزايا هو موهوب من زمان، يعني عنده هاي الموهبة يعني من هو كثير صغير بلشت موهبته ونمينا له اياها يعني بالبيانو، وعلى طول عنده معلمة بيانو من قبل 3 سنين وهيك، عرفت؟ حلو انه اشتغلتوا على مواهبه، يعني كثير مهم اليوم هالرساله انه الاهل يشتغلوا على الموهبه ابنهم او بنتهم، يعني الطفل يلي بقلب العائله كنا عم نشتغل على هالموهبه، ولاحظناها بالغنيه يلي سمعناها من شوي حتى على التلفزيون كمان. اوكي I'm excited. She's so excited. anyway, انترفيو مره مع الام بي سي 3 كمان، اجوا صوروه بالبيت وهيك، سو he has experience in this. انا كمان مبسوط كثير فيك، يعني لو مش كورونا كنت انا جيت لعندك. يعني يلا ان شاء الله you will visit soon. اكيد اكيد ان شاء الله خير. سمعنا وحضرنا الغنية من شوي على التلفزيون. اوكي هيدي الغنية يلي انت ألفتها وكتبتها ولحنتها، مزبوط؟ ايه نعم مزبوط. نعم مش نعم. كان صعب عليك انك تعمل كل هول؟ ايه كان شوي صعب. I like كنت بدي اعمل هيدا مرات ومرات، يعني practice makes perfect. كنت بدي اعمل هيدا كل يوم و push myself لأقدر اوصل هيدا ال point اللي انا فيني اعمل هيدا، so then I get to my goal, so then I can spread the word لكل حدا بلبنان ليساعدهم أو الذي got hurt منه. طيب ليش غنيت لبيروت إزايا؟ ليه غنيت لبيروت؟ يعني أنت أصغر حدا اليوم، أصغر حدا بلبنان حتى بالعالم العربي كله بغني لبيروت، يعني عم نشوف فنانين كتير مهمين عم بغنوا وشباب وصبايا، أنت اليوم عمرك 10 سنين، ليش قررت تغني لبيروت؟ أنا قررت غني لبيروت لأنه أول مرة أنا شفت الانفجار I like felt like I didn't know what to do. يعني أنا ما شفت اللمير بس أنا عم بسمع القصص وكل هو الأشياء، وماما أنا عم بسمع عم تحكي مع هو الأشياء، ويعني I couldn't handle it. أنا حسيت إنه أنا كنت بدي أعمل شيء بس I was like كيف بدي أعمله؟ شو بيعرفني شو بدي أعمل؟ بعدين أنا تذكرت يمكن فينا أعمل بيانو. بعمل سي دي بعدين بحط كل الماني للتشاريتي هيدا that was the goal. وهلا we're just spreading the word that the CD is out. واو يعني انت مقرر تعمل غنية تحطها سي دي وهيدا السي دي المصاري اللي بتطلعهم ليساعدوا بيروت، ليساعدوا بيروت وكل حدا يكون منيح وهو الاشياء. حلو. طيب إزايا شو بتقول للولاد يلي من عمرك اليوم؟ عمرك 10 سنين، مهضوم كتير، لحنت، كتبت، وغنيت، وحطيت مشروع براسك، يعني لقلك ليه عم قلك هيدا الشيء؟ عم قلك هيدا الشيء لأنه كتار من الأشخاص اليوم الكتير كبيرة بالعمر
اوكي ما عملت الشيء اللي انت عملته او الشيء اللي انت فكرت فيه، شو بتقول لهم اليوم للاشخاص يلي من عمرك؟ انه انتو بدكم تكونوا قوية، وانتو بتكونوا وعندكم قلب كبير تسندس مسج لكل حدا بلبنان ليساعد لبنان and to keep following your dreams so توصلوا لمرحلة انه انتو you can do شو انتو بدكم لتساعدوا شيء او لانتو تعملوا شيء انه انتو بدكم اياها. شو حلمك اليوم انت؟ شو بتحلم؟ أنا حلمي هلأ اليوم بس لساعد لبنان ولا نكون نحنا مع بعضنا إنه بدنا نساعد لبنان و ده حلو إنه حلمك يكون الناس اليوم عم تسمعك عم بتشوفك حبت غنيتك، شيء كتير حلو اللي عملته. أنا اللي عملته أنا هلأ just want حلمي إنه to spread the awareness تبع هذا شو صار بلبنان so then people can be aware that this is happening and then they can pay more attention to it and then they can help out. حلو. And also to be a singer يعني. أنا هون بدي أسألك، أنت على كبر عبالك تكون عم بتغني؟ music is my life. إنه بس أنا كنت صغيرة I can't live without music. حلو الموسيقى، بتعرف انه هيك بتوصل مساج كتير حلو من الموسيقى، في مسج كتير قوي بيوصل من الموسيقى. فانت اخترت اليوم موضوع كتير حساس انه بيروت بعد التفجير بعد الاشي اللي صار بلبنان يعني والأزمة اللي صارت، وصورتها فيديو كليب كتير مهضوم الفكرة عم بتدق عن جد كتير حلو اليوم الشيء اللي انت عملته واللي عم بتقوله. وشو بتحب بعد تخبرنا؟ صلوا لله. و انت كيف صلاتك اليوم؟ كيف بتصلي لله؟ شو بتقله لله؟ انا بصلي بالاول بعمل الابانه والسلام بعدين بسمع بعدين بعمل المؤمن كمان على بتعمل فيرست كوميونيون تبعي بعدين كمان قبل ما نام بصلي شوي مرات بعدين كمان قبل الصلاة بالمورنينج بس أنا رايح للمدرسة أو بس ماما بالبيت نسمع لغنية my auntie sang it وكمان بنسمع لقديس تبع هيدا ما بعرف exactly شو اسمه بس يعني it makes the best day ever يعني صلينا اليوم mom said you're gonna have a great day وشوف شو صار هيكسه حلو يعني keep on praying miracles will happen. رجع عيدة هالجملة كتير حلوة. Keep praying, miracles will happen. ليك إزايا بتعرف عن كارلو أكوتيس؟ إيه بعرف عن كارلو أكوتيس، كتبت شكلات paragraphs عنه لـ church school اليوم. حدا قال لك إنه بتشبهه أو لا؟ لا. لا؟ أوكي أنا بقول لك. اتفرج على صور كارلو هو صغير. هذا غير الموضوع، انسى قصة الغنية، هلا اخذت اللي بدي اخده. تفرج على صور كارلو هو صغير وشوف قديشك بتشبهه. واو يلا هي كثير بحبه، قل له شو كتبت عنه. انا كتبت his life story. واو. By the way, did you know that his family was rich and from Italy? Yes. And did you know that he did his first communion at 7? Yes. Okay, you researched a lot about Carlo Acutis. يلا عمول شي غنية لكارلو مع الوقت. يلا post it online 3 months يمكن. يلا. جرب. You can do this. أوكي. إذا يا عن جد مرسي كتير لألك، هيك حلو عم بتوصل بصوتك مساج هيك مسج كتير حلو إنه نحنا اليوم شو ما كان عمرنا نقدر نكون عم نوصل شي حلو للناس، يعني هيك نعطي مثل نخلي الناس تضحك تنبسط رغم كل شي نحنا منقطع فيه، فعن جد حلو. Thank you. بتحب تقول شيء لللبنانيين اليوم؟ اللبنانيين يلي عم يحضروك والعالم يلي رح يرجعوا يحضروك كلهم
رح يشوفوك ويسمعوك عم تحكي ويفهموا انت شو بدك توصل من غنيتك. شو بتحب تقول لهم اليوم خاصة للبنانية؟ Stay strong and don't give up. Be resilient. Woo, we're the best country in the world. عم تطلب مني يضلوا قوية ما هيك؟ ايه. انت شو مصدر قوتك؟ انت كيف بتكون هيك قوي وعم تضحك ومبسوط كتير؟ Pray. إذا بتصلوا, you can have the best day in the world. Wow. Like, شو بيعرفني, I just made this song, I post it. بعدين صليت يوم, it went على television show. هلا صليت يوم تاني, I am doing an interview with a guy على TV show تاني, يعني. Keep praying. هيدا لأنه الله بحبك كتير. Thank you لألك. عن جد ميرسي كتير, كتير مهضوم, كتير قريب للقلب. وهيك كتير حلو الشيء اللي قدمته, عن جد أنا بدي أشكرك من قلبي. وبعتقد الناس رح أترك الانترفيو هيك مثل ما هي لأنه كتير مهضوم, يعني لازم العالم تشوفك هيك مثل ما أنت, فبالطريقة اللي أنت فيها. فعن جد ميرسي هيك, thanks to your mom and dad, يعني عن جد ميرسي كتير. Shout out. Thank you لألكم. يلا بنرجع نتلاقى بالقريب إذا الله راد, والتيمة نذكرنا بصلاتك. Wait, can I just say one thing? Yes. Shout out لأختي سيرينا and my grandparents, تيتا ليديا وتيتا بربارة وجدو رشيد and my aunties Rowan and Nibal and Jilly. Yeah. Shout out to them. Thank you لألك عن جد. يلا good luck بكل شيء بدك تعمله, وضل سمعنا صوتك, ضلك عم بتغني ورتل وغني وهيك, وكون هيك علامة فارقة هيك الولاد كلها بتتعلم منك. كمان أيزيا بالجو أخبره بتصلي بالجو. أنا كمان بالجو الكنيسة. بترتل يعني فيروس. شو بدي أقول هلا؟ شو حلو. مسكرين الكنيسة عشان هلا. شكرين. فبنرجع نتلاقى معك إذا الله راد. شيء تاني وجديد. فهيك ضلك عم تعمل إشي حلو لنضل عم نطلع معك انترفيوز. Okay, thank you, sir. Thank you لألك. Bye. Ciao, bye. بالختام, ما تخاف انك تكون علامة فارقة, ما تخاف وما تكون مثلك مثل غيرك, كون انت لانه انت مميز, منك بحاجة تتطلع بغيرك وتعمل مثله, اتطلع بحالك واشتغل على الاشياء يلي فيك لانه الله زارع فيك زرع, اذا بتهتم بهالزرع هالزرع بيكبر مع الوقت. ما تخاف من أحكام الناس, أحكام الناس بتشبههم, إذا كانوا حلوين بتبقى أحكامهم حلوة كرمال تبنيك, وإذا أحكامهم بشعة بتكون أحكامهم بتشبههم. ما تخلي هالأحكام تدمرك, كرمال هيك اشتغل على حالك وانطلق بهالمجتمع, كن علامة فارقة, والعلامة الفارقة الصغيرة تعمل فرق. ما تخاف إذا كنت صغير, لأنه لما نكون صغار مع الوقت ومع الخبرة منكبر بهيدا العالم, كرمال هيك لما نكبر منصير نعرف نميز أكتر لأنه تعلمنا نحن وصغار. كرمال هيك كمان بالختام, ما نخاف من شيء, نمشي بهالدنيا, نحن اليوم موجودين, بكرة يمكن نصير يمكن نصير حاضرين, لهيك وجودنا وحضورنا يكون حلو ويكون عن جد علامة فارقة. أنا بدي أشكر متابعتكم, نتلاقى بحلقة جديدة, إلى اللقاء.